شركة الممثل بوراك دينيز. مرحبا بكم مشاهدينا وفي استعدادات شركة تايمز أند بي للموسم الجديد مع مسلسل الدراما الأكشن المرعشلي بطولة بوراك دينيز. تم اختيار الممثلة ألينا بوز لتشاركه البطولة. أما اسم المسلسل فهو يدل على اسم عائلة البطل في المسلسل. يذكر أن المسلسل سيكون من كتابة أدهم أوزشك، ومن أشهر أعماله السابقة مسلسل بويراس كاريال والعهد، متوليا مهمة الإخراج قدرة سابانجي، ومن أشهر أعماله السابقة مسلسل فالنتا.